وهي بلوغ نهائية. تحت رعاية سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الرياضة والشباب للرياضة والشباب، أطلقت وزارة الثقافة والرياضة والشباب الحملة الوطنية لدعم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز التلاحم الوطني لتحقيق حلم الصعود الأول للمنتخب الوطني إلى كأس العالم. بتوجيهات صاحب السمو السيد يزن وزير الثقافة والرياضة الشباب، بأهمية أن يكون هناك تكاتف الجهود، جميع الجهات تتكاتف وتكون خلف المنتخب وتكون كلها مع المنتخب في هذه المرحلة المهمة. جاءت هذه الحملة بالتشارك مع الاتحاد العماني لكرة القدم، وهي مهمة جدا في المرحلة القادمة أن نكون كلنا نقدم كل البيئة المناسبة للمنتخب وأيضا لجماهير المنتخب لتحقيق الهدف المنشود. وعينت الوزارة حارس منتخبنا الوطني الأسبق علي الحبسي بالإضافة إلى زميله المهاجم الأسبق عماد الحوسني سفيرين لهذه الحملة التي تستمر حتى نهاية مرحلة التصفيات. أنا جدا سعيد أني أكون سفير لهذه الحملة الوطنية الكبيرة والمهمة في مشوار المنتخب العماني بإذن الله تعالى في تصفيات النهائية لكأس العالم. تصفيات مهمة أعتقد وحملة وطنية كبيرة تعني الكثير، تعني الاهتمام الحكومي الكبير سواء من قبل الوزارة أو الاتحاد العماني. نفس الشيء تعطي رسائل جدا مهمة لجميع فئات المجتمع سواء من مؤسسات، من شركات، من جماهير، من إعلام، أن هذه المهمة راح تكون مهمة الجميع. وتضمن الحفل كلمة للوزارة قدمها محمد العامري مدير عام شؤون الأنشطة الرياضية، ركز فيها على أهمية توفير البيئة المثالية للجماهير الداعمة للأحمر. الوزارة طبعاً وانطلاقاً من النهج الاستراتيجي المتمثل في دعم الهيئات الرياضية بهدف إيجاد بيئة داعمة للإنجاز، تقدم هذا الدعم من خلال الحملة للاتحاد العماني لكرة القدم من أجل تقديم الدعم اللوجستي والدعم التسويقي والدعم الإعلامي للمنتخب. حملة كلنا معك ستكون الرفيقة الدائمة والعنوان الملازم لكل الجهود الوطنية القادمة لدعم مسيرة المنتخب الوطني في رحلته نحو المونديال. سالم السالمي، تلفزيون سلطنة عمان، مسقط.